بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا الآن في درس جديد نتكلم عن موضوع الكلاس والاي دي. طيب الكلاس هو عبارة عن فئات، يعني مجموعة من العناصر بدي أضع لهم نفس المؤثرات، أحطهم في نفس الفئة، بضع لها كلاس وبحط في نفس الاسم، يعني بحط كل العناصر اللي بدي أجمعها نفس اسم الكلاس. هيك استخدامات الكلاس. وبالمناسبة الكلاس بيستخدم أكثر استخدامات وين؟ في الكاسكيد ستايل شيت، ومن ثم في الجافا سكريبت، يعني لما بدي أضع مؤثرات على الأيتمز اللي في داخل مين؟ داخل صفحة الإنترنت. لذلك لو إجينا الآن بدنا نحط موضوع شوية مؤثرات، مرة بحط مؤثرات، حط أنا الآن ديفيجن، بدي أغير موضوع الديفيجن، هاي الديفيجن الأول بدي أقول له هذا الهيدر، أوكي؟ وثاني ديفيجن بدي اسميه عباره عن الكونتينر، هاي ديف هو اسمه الكونتينر، وهي كونتينر. طيب بالمناسبه الكونتينر، يعني طالما حطيت كونتينر يعني بدي احط في داخله اللي هو الديفز الاخرى، يعني هذول الثلاثه ديفز هذول بدي احطهم في داخل مين؟ الديف تاع الكونتينر. وكانه انا بدي احط اب هذا الديف بده يتضمن مجموعة الديفز الأخرى، بحيث أنه ممكن أحط مؤثر على كل السكشن هذا، وممكن أحط مؤثر على سكشن محدد. طيب ممكن يكون في النهاية في عندي ديف ثالث بدي أسميه الفوتر. سؤال صغير، لو إجيت أنا بدي أحط مؤثرات محددة على هذا المكان، وهذا المكان لن يتكرر معايا في الصفحة، ايش ممكن اسوي؟ هل يمكن ان انا اخذ الديف هذا مباشره واحطها هنا واحط المؤثرات هنا اوتوماتيك، بمجرد ما اني انا احط مؤثرات على الديف، وين في ديف في داخل الدوكيومنت هذا حياخذ هذه المؤثرات؟ وهذا كلام خاطئ. اصبح بدي اروح احذف كل المؤثرات هذه الان عندي، ما لهاش لازمه عندي. ليه ما لهاش لازمه؟ لانه ما بتعامل مع التاجز المطلقه، يجب أن أحدد المكان اللي أنا بدي أضع فيه مؤثري أو أخلي فيه المؤثر ظاهر. طيب تعالوا كيف بدنا نشتغل على القصة هذه في حال وجود الديف والسبان. إذا هيك اليوم بدي حل في هذا الموضوع، حل موجود في الاي دي وفي الكلاس. الاي دي ان انا اعطي ايدنتيتي لوكيشن للمكان اللي بدي احط فيه مؤثرات، مثل الجواب اللي تو سألته على موضوع الهدار، في حال انه كان هذا المكان مكان غير مكرر فيمكن ان انا اضع ايدنتيتي، والاي دي بتكون عباره عن اتريبيوت ممكن تيجي مع الديف ومع اي تاج، مش بس مع الديف، مع اي تاج انا بدي اعرف التاج هذا برقم محدد بقول له الاي دي، وبعطيه رقم. وبالمناسبه حطه خط تحت الجملة اللي حكيها هنا، الاي دي بيحتمل اسم ممكن من 1 كاركتر او اكثر، وسنسيتيف، يعني لو بدي اتكلم اي دي عباره عن كابيتال لتر لازم انا اعتبر انه هذا كابيتال لتر، بيختلف عن سمول لتر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، الاي دي لا يتكرر في الدوكيومنت الواحد، الاي دي لا يتكرر في الدوكيومنت الواحد، ممكن اسميه هذا هيدر، ما فيش عندي ولا قيد على موضوع التسمية. طيب أصبح اديته إنه هذا عبارة عن اي دي وسميته مين؟ سميته هيدر. طيب الآن لو جيت هنا قلت اي دي بيسوي هيدر، صح؟ لا، خطأ. ليه؟ لأنه قلنا الاي دي لا يتكرر. ممكن الفوتر، لأنه مكان واحد وأوحد ولا يتكرر، بعطي له اي دي فوتر، بسميه إنه فوتر. طيب ممكن يكون عندي الثلاثة هذول بيحملوا نفس الخصائص، ايش بدي اسوي هنا؟ اصبح بدي اديها كلاس، خلينا نقول كانتري او كورس، نقول بدي في كل ديفيجن بده يكون عندي كورس محدد، هاي بدك اسميه سي بلس بلس على الديف الثاني بنحطه ضمن كلاس، ايضا بسمي الكلاس نفسه هاي كورس، بنحط اللي هو كورس ويب ديفلوبمنت، اخر ديف بيكون عباره عن كلاس كورس، وبكون عندي ويب ديزاين. الان ايش بده يصير عندي؟ بده يصير ان انا كيف بدي احط مؤثرات تنطبق على الثلاثه كلاسز هذولا،
ومؤثر ينطبق على الهيدر هذا، ومؤثر ينطبق على مين؟ على الفوتر هذا. كيف بدي اتعامل؟ بدي انا اعمل كولينج الان للاي دي هيدر، وكولينج للكلاس كورس، وكولينج لمين؟ للاي دي فوتر. وين بدي احطهم؟ بدي احطهم في الستايل. الكول تاع الستايل بدي يكون عندي للاي دي عباره عن هاشتاج، برفع الهاشتاج وبسمي مين؟ بسمي الهيدر. هاشتاج بسمي هيدر. افتح قوس. الان صار عندي السيلكتور عباره عن الاي دي مش التاج، يعني انا كنت بستخدم التاج نيم از ا سيلكتور حتى احط المؤثرات على التاج نيم. الان لا، بحط الهيدر اللي هو الاي دي بس مسبوق بهاشتاج. طيب هذا بالنسبه لمين؟ للاي دي. طب كيف بدي اعمل كول او بدي انا احط مؤثرات على الكلاس؟ بسبق الكلاس اسمه بالدوت بالنقطه، بقول له كورس، وبعمل بفتح قوس وبسكر. تعال نحط المؤثرات على الهيدر والمؤثرات على الثلاثة ديفز اللي هو مين؟ اللي بيحملوا نفس الاسم تاع الكورس كلاس. طيب باجي بقول هنا باك جراوند كلر، بنقول هنا ريد، والكلر تبعي الكلر نفتح هنا تحت الكلر عبارة عن وايت. هذا بالنسبة لمين؟ للهيدر. فاصلة مقطوطة. بنيجي نقول عند الكورس الباك جراوند كلر، باك جراوند كلر بلاك، والكلر اللي هو وايت. تعالوا نعمل فاصل منقوطه ونشوف ايش اللي صار عندي في الحالتين الموجودات اللي هنا. احنا موجودين هنا، لاحظوا ايش صار معايا. ايوان الان الهيدر لحاله اخذ الاي دي وادانا المؤثر، وهنا اخذنا الكلاس نيم وادينا المؤثر، انطبق على الثلاثه ديفز اللي بيحملوا نفس اسم الكلاس. اصبح الان تمكنا انه نعمل كلاس حتى نعمل كول لمجموعه اشياء بتحمل نفس اسم الكلاس، واخذنا الاي دي حتى نحدد حد معين او نقطه معينه او مكان محدد لنحط المؤثرات على هذا المكان في الدوكيومنت الواحد. وبنكمل الكلام هذا على الفوتر. لو بدنا نروح على الفوتر نفس القصه، بنجيب الهاشتاج وبنقول ايش؟ الفوتر له اسم الاي دي، هاي الهاشتاج الفوتر، وبنفتح الجوز وبنقول باك جراوند كلر مثلا، هاي باك جراوند كلر عباره عن جرين، والكلر عباره عن يلو. هيك احنا تقريبا اشتغلنا على انه عرفنا الاي دي وعرفنا الكلاس وقلنا وقت ايش بنستخدمهم، ورحنا وضعنا مؤثرات عليهم حتى نتعامل مع الاي دي على حده بحيث انه هو يكون كتله واحده لوحده، وتعاملنا مع الكلاس حتى نتعامل مع مجموعه من الديفز او مجموعه من الكتل او مجموعه من العناصر ونعطيها نفس الخصائص، وكذلك هنا الهيدر تعاملنا معاه كاي دي. نفس الكلام بنتعامل معاه في اطار الاسبان. لو اجينا عند اسبان هنا بنقول له هذا كله عباره عن كلاس وبنسميه غزال كلاس مثلا. فايش بنسوي هيك؟ بندي كل هذول عباره عن غزال كلاس، هيو ما بصيرش عندي اسبان هيك لوحده ان انا بتعامل مع اسبان، حتى اتعامل مع اسبان اخر ثاني وثالث ورابع وما الى ذلك. وممكن اسمي الاسبان الاخر هيو لانه كلهم نفس الشيء نفس المنطق، بسمي اسبان غزال. طيب هيك احنا سمينا اسبان غزال. بدنا نيجي كيف نسوي؟ بدنا نحط المؤثرات، فبنطلع وين؟ دوت غزال، هاي دوت غزال سميناه غزال، اي غزال زي ما احنا سميناه، وافتح قوس سكر قوس. تعال ايش نحط المؤثرات؟ نقول له باك جراوند كلر يلو، والكلر بلو لون اللون الازرق. افتح قوس وتعال سكر هنا. تعال ايش صار؟ شفتوا ايش صار؟ اصبح اليوم حطينا مؤثرات مش على سبان وعلى اطلاقه، لا، اعطينا لكل كلمه غزال هنا وهنا 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 وضعناها في سبان، وحطينا للسبان كلاس حتى يجمع هذولا. طب لو بدي اجي احط مثلا على كلمه وورد اديها اثر مختلف، بروح بحط سبان على كلمه الوورد، هي سبان، بفتح الاثر هنا، بفتح سبان وبسكر السبان، وهنا بسكر السبان هذا برضه، لاحظوا معايا، وبس بندي له ايش؟ يا بندي له اي دي يا بندي له كلاس، اذا بده يتكرر بقول له كلاس. في الغالب بنستخدم الكلاس اكثر من اي دي. هاي وورد، هاي وورد. وتعال بس نعمل بس شغله صغيره، نحط شغله ثانيه ونحط هذا في اطار هاي سبان، هاي هنا سبان، وبنسكر السبان وبنقول له كلاس، كلاس لا وورد، اسم الكلاس وورد، وبنسكر السبان بعد الوورد.
وهي سكرنا الاسبان. نيجي هنا بنحط مؤثر على مين؟ على الوورد عند الستايل، بنضغط دوت وورد وافتح قوس وقول له باك جراوند كلر خليه عباره عن جرين والكلر ريد وكلر ريد. شوف ايش صار عندي هنا، افتح وتعال شوف، هاي اصبح هاي وورد وهاي وورد، اديناهم في اطار سبان مجموعه جمعناهم من خلال جروب من خلال الكلاس نيم، وفي نفس الوقت حطينا المؤثر على اسم الكلاس حتى نحط المؤثر بالطريقه اللي انتم شايفينها امامنا. هيك احنا بنكون وصلنا لنهايه درسنا، فهمنا ايش الاي دي وقت ايش بستخدمها وايش استخدامات الاي دي، وفهمنا ايش الكلاس وايش استخدامات الكلاس وكيف انا بستخدم الكلاس، وحددنا الكلام هذا في اطار استخدامها في الديف وفي الاسبان. ولاحظوا معايا الاي دي والكلاس لكل التاجز مش بس للديف والاسبان، ولكن هذا قدرنا جئنا بالبدايه في الطريقه هذه. اتمنى يكون درسنا اعجابكم، انتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.